مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هتكلم سريعا عن أداء مؤشرات السوق الأمريكي وتحديدا المؤشر الأهم ألا وهو S&P 500 Index، وهركز جدا على مستوى مهم للغاية عند مناطق 5805. كلما يمر وقت أكثر كلما تزداد أهمية هذا المستوى. نجح أكثر من مرة كدعم في السابق حوالي 3-4 مرات إن شئنا الدقة والتفصيل، وعندما ينكسر يتحول بسهولة إلى مقاومة، وعندما ينكسر لأعلى وترجع الأسعار فوق منه تاني يتحول إلى دعم. إذن هو مستوى محوري للغاية، وكلما ازداد الوقت مرورا كلما ازدادت أهمية ذلك المستوى. بدليل عندما تمكن السوق من القفز للأعلى وارتد فوق ذلك المستوى مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين، قادر يرتكز عليه ويستخدمه كدعم ويمتص عنده الضغوط البيعية، وبالتالي وعلى الإطار الزمني القصير الأجل يصنف السوق الأمريكي إيجابيا ما دام فوق مستويات 5804 مجازا وبشيء من النطاقية والحزم. ممكن نقول يبدأ من 5800 ويمتد حتى 5810، وما دام فوق تلك المستويات فمؤشر S&P 500 Index خاصة والسوق الأمريكي في المجمل إيجابي على المدى القصير. بمستهدفات قصيرة الأجل سيكولوجية ومعنوية حول 6000، ثم مقاومات فنية حول القمة الأخيرة عند 6134، وبشيء من اللبلبة ممكن تبقى 150 أو 6200، ثم لكل مقام مقال. صمام الأمان في المؤشر حيث يجب أن يحافظ على مناطق 5800 ولا يكسرها للأسفل لكي تستمر الرؤية الإيجابية. كسر تلك المستويات للأسفل مع إغلاق 3 أيام متتالية مش معناه أن الهيكل العام أصبح سيء، ربما حركة تصحيحية ضد التيار العام فقط لا غير، حيث يوجد دعوم أخرى متقاربة في مؤشر S&P مثل خط القناة الصاعد وخط الدعم الأفقي الآخر حول 5500، مما يجعل لدى السوق نطاقا بمقدار 100 نقطة بداية من 5500 إلى 5600. أظن كده سريعا جدا أوضحنا رؤية S&P 500 Index. للعلم الرؤية متطابقة مع مؤشر الناسداك، الاختلاف فقط في الأرقام، يعني 5800 التي تحدثنا عنها في S&P 500 Index يوازيها 20800 في مؤشر الناسداك، بينما الدعم المزدوج الذي تحدثنا عنه في مؤشر S&P 500 Index يوازيه 19200 في مؤشر الناسداك، بينما المستهدف القصير الأجل الذي تحدثنا عنه في مؤشر S&P 500 Index عند مناطق 6150 و6200 يوازيه تقريبا منطقة 22300 أو 22200 في مؤشر الناسداك. باب الاشتراكات مفتوح في كورس PCI على رقم واتساب المبين أمام حضراتكم على الشاشة، للتعاون التجاري البريد الإلكتروني أمام حضراتكم. كان معكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.